تفضل استاذ. اتفضل. الأصدقاء الأعزاء، راح أعمل تسجيل. الأصدقاء الأعزاء، معكم الندوة الأولى على زوم، والتي سيكون يعني موضوعها الفن وتحديات الواقع. معنا يعني ضيف شرف، صديق عزيز، الشاعر الكبير والفنان التشكيلي الأستاذ صبري يوسف، رئيس تحرير مجلة السلام. معنا أيضا الأستاذة الفنانة القديرة سعاد خليل. معنا الصديق العزيز عدي فاضل خليل، فنان المسرحي والسينمائي من روسيا. معنا الدكتورة الإعلامية من مصر، الدكتورة رباب الحسين. احنا اليوم موضوعنا سيكون عن الفن والواقع، او الفن وتحديات الواقع. طبعا لان احنا عانينا في خلال فترة 2020 من تحديات كبيرة، اضافة الى التحديات التي تعيشها معظم الدول العربية او معظم العالم يعني بشكل عام، بسبب الصراعات، بسبب ما يحدث من صراعات كبيرة جدا على مستوى سواء او ايضا الجوع، وايضا يعني بعض الدول، كثير من الدول يعني تعاني الان او عانت من مشاكل كثيرة. وواقعنا طبعا واقع متعب وواقع مزري. فاحنا اولا نرحب بضيوفنا الكرام، نرحب بكم، وتفضل ممكن كل واحد في خلال دقيقة يقدم نفسه يعني بحيث تكون الصورة واضحة. تفضلوا أستاذ صبري. أولا مساء الخير وشكرا للدعوة الكريمة أستاذ حميد على المشاركة في هذه الندوة العربية الأوروبية. باختصار شديد، أنا اسمي صبري يوسف، أديب وتشكيلي سوري، أسست مجلة السلام الدولية في 2013 وأصدرت 8 أعداد، والمجلة هي سنوية موسوعية أدبية فنية ثقافية تشكيلية مستقلة. أصدرت 82 كتاب، أغلب كتبي إصدارات إلكترونية، وعندي كتبي مترجمة للغة الإنجليزية واللغة السويدية واللغة الإيطالية وبعض اللغات الأخرى ضمن مقالات ويعني قصائد، واللغة العربية أنا أكتبها الأساس. أنا سوري مقيم في ستوكهولم منذ 30 سنة. هدفي من مجلة السلام التواصل مع الآخر والرد على الحروب المتفاقمة في الشرق، في سوريا، في العراق، في العالم الشمال الأفريقي والعالم الغربي والكوني، لأن الإنسان المبدع والمفكر الخلاق يجب أن يخلق حالة وئام وسلام مع نفسه أولا ثم مع الآخر. الآخر هو كل الإنسان موجود على وجه الأرض. أنا أنظر إلى الإنسان كإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه وديني ومذهبي وطقسي وشرقيتي وعربيتي وغربيتي. أنظر إلى الإنسان كإنسان، لأنه نحن فشلنا كبشر في قيادة الكون وفي قيادة الأوطان وفي قيادة الديني المذهبي القومي الطائفي القاري الشرقي الغربي. لننعتق من هذا التخلف علينا أن ننظر إلى الإنسان وكإنسان، وبناء عليه نبني علاقاتنا مع البشر لسيادة العقل الخلاق، الفكر الخلاق، التنوير الخلاق، والاستفادة من تقنيات العصر ومن حضارة العصر، من روح العصر. هذا ما نفتقره الآن في كل دول العالم، خاصة في العالم العربي اللي هي كانت أحد الحضارات، أخص بالذكر والعراق وسوريا وشمال أفريقيا والعالم العربي ككل، والآن هي في الدرك الأسفل من العالم. هذا العالم العربي اللي هو عالم عربي هو في ذيل الحضارة العالمية، في آخر تخلف من تخلفات المجتمع البشري. علما أن الخيرات عندنا، البترول عندنا، النفط عندنا، الشمس عندنا، الفصول الأربع عندنا، ومع هذا لا يوجد عندنا جنس الحضارة الإنسانية والتنوير مقارنة بالمجتمع المتنور المتقدم في العالم. شكرا. تسلم. الأستاذة سعاد تفضلي. سعاد خليل، ممثلة من ليبيا، ممثلة وباحثة، مترجمة عن اللغة الإيطالية، كاتبة، وعندي محاولات في الشعر وفي النثر، عندي 10 إصدارات كتاب مترجمة عن اللغة الإيطالية، وكذلك كتابين يعني عن المسرح، وفي حاليا في المطابع عندي 3 كتب تحت الطباعة والحمد لله. وطبعا ممثلة وحاضرة بقوة في المسرح وفي المشهد الليبي باختصار يعني. أستاذ عدي حبيب قلبي، أنا اسمي، أحب أن أقدم عن نفسي، عدي فاضل خليل، ممثل ومخرج
في السينما والمسرح. تخرجت من معهد الفنون الجميلة قسم الفنون السينمائية، وكذلك من كلية الفنون الجميلة قسم الفنون السينمائية أيضا. وكذلك عملت في عدة أعمال في السينما وفي المسرح وفي التلفزيون، وقمت ببطولة بعض الأعمال المسرحية من خلال مسرح الطفل وكذلك المسرح التراجيدي، وشاركنا في مهرجانات دولية في سلطنة عمان وفزت بجائزة أفضل ممثل، وكذلك في مهرجان المسرح العربي في العراق الذي أقيم عام 2012 وترشحت لجائزة أفضل ممثل، وعملت كذلك في الإخراج في بعض الأعمال التلفزيونية وفي بعض الأعمال المسرحية وكذلك حتى في الإذاعة أيضا وفي يعني قررت وقتها أنه نكمل دراسة الماجستير في روسيا وأن أكمل طريقي هنا في روسيا من خلال المسرح بصفتي يعني كجمعت بين الفن يعني السينما والمسرح واثنين واحد مكمل الآخر، ويعني تعرف يعني احنا من ناحية واقعنا في العراق ما بعرف كيف أقول لك يعني هذا هو مختصر الكلام. يعني الدكتورة رباب حسين من مصر هي أستاذة إعلامية ومترجمة أيضا، تفضلي. أنا بحضرتك، أنا باختصار رباب حسين على اسم مخرجة رباب حسين، خدت الماجستير في 2012 وخدت معايا دبلومتين في اللغة الكورية وخدت دكتوراه في 2017 وخدت معاها اللغة اليابانية وعملت الدكتوراه عن دراسة مقارنة ما بين الدراما الباراسايكولوجي في مصر وكوريا واليابان وأمريكا وبريطانيا كدراسة مقارنة، وعملت أكتر من 50 مقالة نقدية عن أفلام وعن يعني مجموعة تعليقات نقدية ومقالات نقدية حوالين أعمال عربية وأعمال برضو يعني أعمال أيضا غير عربية يعني مترجمة، كتبت روايتين وكتبت مجموعة قصصية وكتبت كتابين، أحد يعني أحد الكتابين كان بيتكلم عن كيفية التعامل مع الأجانب وخصيصا كان متوجه إلى المصريين غير المصريين سواء من العرب إخواننا العرب أو من الأجانب من خلال تجربتي، لأن أنا كنت ماسكة لجنة العلاقات العامة بجمعية متحدثي اللغة اليابانية بمصر، والحمد لله عندي بعض المقالات باللغة اليابانية وبعض المقالات باللغة الكورية وبعض الأعمال المقالات برضو اللي كلمت عن اللغة الكازاخية، كان عمل عن الثلاثية الكازاخية، مدرس في كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس، وتخصصي الدقيق الدراما، عملت آخر بحث عن دراما ميجي يعني في عهد الإمبراطور ميجي، وطبعا انضمنت وكان لي الشرف للتكتل الأوروبي وأضاف لي كتير أكتر مما أنا ضفت له، أضاف لي يعني معلومات حلوة من ممارسين ومن كبار الناس زي حضراتكم كده بالضبط، وأنا فرحانة أن أنا أكون مع قامات زي حضراتكم النهاردة أتعلم منهم وأخد منهم ممارسات. صحيح أنا يعني بزيع برضو وبعلم الولاد الإذاعة والتلفزيون والإنترنت بس الشغل الأكاديمي مختلف شوية عن الممارسات العملية، فأتمنى أن أكون تلميذة جيدة قبل ما أكون متكلمة جيدة إن شاء الله. بالعكس، أنت أستاذة كبيرة، أهلا وسهلا. طبعا المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح كما قلنا كان لنا عدة أو ندوات، إحنا عملنا ندوات حية يعني في سنة في 2019 عملنا أكثر من 30 فعالية، في 2020 للأسف كسلنا شوية بسبب الظروف التي يعرفها الجميع. إحنا اليوم نتحدث عن الفن وتحديات الواقع، الفن وكيف يستطيع الفنان في خلال هذه المرحلة الحرجة، في خلال التقشف الاقتصادي، في خلال الفقر الاقتصادي ربما نقول أيضا، يعني لدينا نموذج ونموذج كبير ونموذج ممتاز، تقريبا كل واحد منا يعتبر نموذج يعني، ولكن نموذجنا اليوم الأستاذ الشاعر الفنان صبري يوسف،
يعني ما قدمه أو ما يقدمه مجلة السلام، وهي تستحق التقدير، تستحق التكريم. الأستاذ صبري يوسف يعمل من ستوكهولم بمفرده وبإمكانيات ذاتية وبإمكانيات بسيطة جدا، ولكن يعني ما قدمه من الإخوة الأعزاء ربما يتفضلوا بعد ذلك يدخلوا على يعني بروفيل الأستاذ صبري يوسف، يشوفوا مجلة السلام العدد الأخير، الأعداد السابقة أيضا أعداد مهمة جدا مرجعية وفيها يعني. فنترك الحديث للأستاذ صبري يوسف، يعني باختصار شديد نريد أن تحدثنا عن هذه التجربة وتحدثنا عن التطلعات وخاصة العدد الأخير، تفضل. شكرا. مرة ثانية أرحب بالأصدقاء الضيوف، أرحب بمدير النبي الأستاذ حميد، بالأستاذ سعاد والأستاذ هدية والدكتورة رباب حسين. بالحقيقة في 1/1/2013 نهضت صباحا ونظرت إلى المرآة وتسأل ماذا أعمل في ربوع في بلاد الشمال، في قطب الشمال. كانت الحرب في سوريا والعراق والشرق والعالم العربي بين قوسين، اصطلاحا ما يطلقوا عليه الربيع العربي، كان الواقع العربي والمشرقي يغلي غليانا. فأنا فكرت تأسيس مجلة السلام الدولية، هي مجلة أدبية فكرية ثقافية فنية سنوية مستقلة. كثير من أصدقائي فكروا ليش أنا عملتها مجلة سنوية وهي إلكترونية. الجواب هو أنا اهتمامي بالمجلة يأتي بالدرجة الثانية والثالثة أو الرابعة، اهتمامي بالدرجة الأولى بكتاباتي الخاصة. يعني كل من يتابعني من أصدقاء والصديقات في صفحاتي أو عبر الإنترنت أو عبر جوجل أو عبر الشبكة العنكبوتية ترى خسارة إنتاج عندي غير طبيعية. أحيانا بالسنة الواحدة أصدر ما يقارب 10 كتب، تخيل 10 كتب، وكنت أحتاج إلى إعادة صياغة وأصدر بنفس الوقت المجلد بالشهر الأخير سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. أصدرت دائما في ديسمبر عدد موسوعي، آخر عدد كان يتضمن ما يقارب 4200 صفحة من الحجم الكبير، وهي مجلة موسوعية تشمل القصة القصيرة، الشعر، النقد، الحوار، المقال، والفن التشكيلي. والفن التشكيلي كان عندي ما يقارب 2000 لوحة تشكيلية من كل أنحاء العالم بما فيهم اليابان. على سيرة صديقة الدكتورة رباب حسين، سرني جدا لما سمعت صوتك عم تتحدث عن ترجماتك من اللغة اليابانية إلى العربية أو بالعكس. السؤال المطروح على نفسي، لماذا أسست مجلة السلام؟ الجواب، هدفي من مجلة السلام أنا كإنسان أقول أنه الإنسان إذا لم يستطع أن يحقق السلام مع نفسه ومع أخيه ومع أختي ومع جاري ومع أسرتي ومع حي ومدينتي وبلدي وجار بلدي وجار جار بلد بلدي وموطنه وعالمه العربي والشرقي والغربي، لا يستطيع أن يقدم أي فائدة للبشرية. وبما أنه نحن البشر، أتساءل نفسي، هل مشاكل البشر ستحلها الكواكب الأخرى؟ الجواب، نحن على الأرض علينا أن نحل مشاكل الأرض. وفي سياق مجلة السلام الدولية أريد أن أؤكد على نقطة أساسية، وهي أنه رغم كل تقنيات حضارة القرن 21 ورغم كل ما وصل إليه العلوم البشرية من تقدم تكنولوجي وحضاري وإنساني وعلمي وفني وإبداعي وإلى آخره، مع هذا ما أراه على الساحة الكونية حالة تخلف مزرية في تعامل البشر مع البشر، في تعامل الدول مع الدول، في تعامل الدولة نفسها مع ذاتها ومع نفسها، خاصة فيما يتعلق بالعالم العربي. فوجدت أنه من الضروري أن أقوم بمهمة أساسية لرفع الحيف والظلم والتخلف والتحجر على واقعنا العربي والشرقي والعالمي أيضا. ورغم تقدم بعض الدول في العالم مثل أمريكا، مثل أوروبا، مثل الصين، مثل اليابان، مثل روسيا، رغم تقدمها وتطورها، ورغم وجود مثل هيئة الأمم المتحدة، رغم كل هذا نجد العلاقات الدولية، العلاقات الكونية، علاقات القارات مع القارات، الدول مع الدول، علاقات متخلفة ومتحجرة قائمة على استغلال إنسان الإنسان، سواء من قبل الدول العظمى للدول الصغرى، سواء من قبل الدول الصغرى للدول الصغرى نفسها،
او سواء من قبل الدوله لذاتها بذاتها. اضرب مثلا العراق نموذجا، سوريا نموذجا، ليبيا نموذجا، العالم العربي. ان العراق لوحده قادر على اعاشه العراق وسوريا والاردن وفلسطين ولبنان والعراق بكل بساطه وبشكل فائق، بحيث يكون المواطن معزز مكرم اكثر من اسكندنافيا. لماذا اقتصاد العراق يكفي لتربيه الشرق الاوسط ولا يستطيع المواطن العراقي ان يعيش، او المواطن السوري النفط حاله يكفي للشرق الاوسط كله؟ لماذا؟ السبب هناك تحجر فكري على الساحه الشرقيه العربيه. الطبقه الحاكمه تحكم بذلك. السلطات يا استاذ صديقي، السلطات على مر الاجيال في العالم العربي لم تقدم للعالم العربي ما يساوي تطور الوطن العربي. الانظمه، المعارضات، الحياديين، لا يوجد فكر ثقافي تنويري ابداعي خلاق. انا اقول جمله واحده ببساطه معي صديقي الاستاذ عدلي، العراق، سوريا، الشرق، الشمال الافريقي اول حضارات ظهرت على الكون في العراق، في بلاد الشام، في سوريا، الشمال الافريقي، في مصر، الفراعنه، الفينيقيين، السومريين، الاكاديين، البابليين، الاشوريين، في اليمن، الاراميين، السريان، الفينيقيين. نحن خلقنا الحضاره، الاديان كلها ظهرت من عندنا وتوسعت في كل قطاع الدنيا. والكرامه بدات ايضا، نحن انتجنا الحرب، نحن ابدعنا الحرب ووزعنا على كل دول العالم، ونحن الان نتضور جوعا في الشرق. اليس عار على الواقع العربي والواقع السياسي والاجتماعي والحياتي في هذه الكرة الأرضية أنه نحن نكون بهذا المستوى؟ أنا أسأل سؤالا واحدا، ماذا قدم العراق؟ قدم العراق الشريعة في العالم، إن حمورابي شريعته هي أول شريعة على وجه الدنيا. قدم العراق أحد عجائب الدنيا في بابل، قدمت مصر العجائب العجائب وهي الفراعنة من مصر جو. والآن أين هي دور مصر؟ أين هي دور سوريا؟ أين هو دور سوريا؟ أين دور لبنان؟ منطقة سياحية، دول الخليج، العالم العربي، النفط الخليجي. الجواب أننا نتطور جوعا. عفوا، لا يوجد أي تكريم للمبدع، للمبدع للفنان. أنا فكرت إيجاد مجلد السلام الدولية. أنا لست ضد الأنظمة ولا ضد المعارضة، أنا ضد الخلط وضد التخلف وضد التحجر وضد الانغلاق. أنا لست من دعاة يعني العنف، أنا مع السلام ومع الحب ومع حل. علما أنه نبرة صوتي تشير إلى العنف، ولكن عنفي هو فكري ثقافي إبداعي تنويري تآخي مع الآخر. سؤال جدا بسيط، إذا طرحناه على الساحة العربية ولو هو خارج الموضوع، إن الصراع العربي العربي، الصراع السوري السوري، الصراع العراقي العراقي، الليبي الليبي، تونسي التونسي، اي دوله من الدول المصري المصري لا يعادل اي صراع غربي مع الشرق. ويخطا من يظن انه الغرب جاي عم يستعمرنا بالامبرياليه والصهيونيه من هالمصطلحات الكبيره. ان اكثر ما دمر العرب هم العرب انفسهم. صحيح. نحن ضد انفسنا، انا شرقي، انه انا سرياني ارامي شرقي، عند حضاره تنطح التاريخ قبل الاديان. أنا موجود قبل الأديان السماوية كلها بسبعة آلاف سنة قبل الميلاد، ومع هذا أنا شرقي وأعتبر نفسي ثقافتي شرقية، ثقافتي عربية آرامية لكامشية سريانية تنطح الكرة الأرضية كلها بالمعنى الإيجابي. لماذا الآن أنا محسوب على هامش الخارج الإفريقي؟ الجواب لأنه لا يوجد فكر تنويري، لا يسمح للأخ عدي ولا للسيد رباب الدكتورة ولا للسيد سعاد ولا للسيد حميد أن يقدم فكرا خلاقا في اليمن، في مفكر الهامش اللي يقوده إنسان متخلف متحجر منغلق عنه. ولذلك أنا أطالب أن يقود البلاد العربية المثقف، المبدع، الفنان، المخرج، إنما البقية خلي يسمعوا صوت المسؤول
سيد علي وسيد سعاد وسيد رباب محطة نحن يحاربوا فينا، نحن حاربونا، نحن حاربونا وقفنا على العمل، نحن حربنا ووقفنا حتى على العمل. أستاذة سعاد تقريبا بيكون أستاذة سعاد مدخل للمجلة، وهدف المجلة هو تنوير الساحة العربية والعالمية، أي مداخلة أي تساؤل عني فأنا جاهز وعلى الرحب والسعة. جميل جدا، جميل جدا، واحنا نقدر هذا الجهد، واليوم واحنا نقدم هذه المجلة الجميلة وهذه المجلة العظيمة جدا، وهذه التجربة التي ان شاء الله تستمر. احنا لدينا اليوم نموذج ايضا للأستاذة سعاد خليل من ليبيا، ليبيا التي تعيش واقع ايضا واقع مختلف، يعني ربما سيكون من المهم جدا الفنان وسعاد أستاذ سعاد كنموذج كيف يستطيع الفنان التعايش في هذه الظروف الجحيمية، وخاصة أنك مقيمة في الداخل ولست من اللاجئين أو الفارين أو الهاربين، فبيكون مفيد جدا. إن تفضلي. أنا شخصيا مساء الخير وآسفة جدا على المقاطعة، يعني أنا ما حبيت إن نحكي على السي في بتاعي كامل، يعني حبيت نختصر. أنا دائما متواجدة في المحافل وفي المهرجانات، عندي أكثر من 150 جائزة، أكثر من 200 تكريم في كافة الدول العربية والمغرب العربي بالذات، يعني من الجزائر، تونس، مصر، كردستان، من العراق. أنا زرت كل هذه المدن وكلهم تحصلت على جوائز، من إيطاليا، من هانوفر، يعني ما حبيت نذكر هذه الأشياء، ولكن هذا كله أنا كله بجهد ذاتي، بأشياء فردية فقط، يعني لا دولة تدعم فيا ولا دولة تعطيني تذاكر ولا تعطيني بدل مبيت زي ما نحكوا نحن. تقريبا لست أنت فقط يا أستاذة سعاد، ربما كل فنان، يعني ربما كل فنان هذه حالة عامة، يعني هذه حالة عامة باعتبار أنه يعني الفنان الليبي اليوم في ليبيا اليوم أو في ليبيا من سبع سنوات، ولكن يعني طبعا ولكن الحرص في بلدك موجود ومتمثل فيك أنت. نعم يا سيد الحرم. تفضلي تفضلي تحكي لنكمل. تفضلي احكي احكي. فقلت لك يعني طبعا الاشياء هذه انا ما نحبش نذكرها، ولكن نحن طبعا حاليا انتم عارفين ومتابعين، يعني وانا ما نقدرش نضيف على الكلام اللي قال الدكتور صاحب هذه المجله الكبيره ولا هذا الفكر وهذه الثقافه ما شاء الله، ما نقدرش نضيف عليه اكثر، لانه هو عبر عن كل الاشياء اللي ممكن انا اقولها. ولكن هل يستطيع الفن ان هو بحكم ان هو شيء منير للعقول او للمجتمعات، او هو اللي يخلق البهجه ويخلق الفرحه، يخلق الاشياء اللي ما يترجم حاله المواطن، هل استطاع الفن ان هو يؤدي هذه يؤدي وظيفته؟ صح، صعب 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 في دولة أنت لما تقدم عمل مسرحي إلا محبين المسرح اللي يجوا، وأحياناً حتى الأذواق أفسدت، الأذواق في المسرح أفسدت. تماكن نحن نقدم مسرحيات، المسرحيات العالمية، المسرحيات الملتزمة، المسرحيات الجادة، المسرحيات المهذبة، لكن أفسدوا أذواق الجمهور. الجمهور أصبح يبحث عن الابتذال، يبحث عن التهريج، عن الأعمال الركيكة، وليس الأعمال اللي لها علاقة بالمخزون الثقافي أو بفكرة أو بحالة. هذه نقطة، ولا ما نحبش نحكي توقف. هذه حالة عامة أعتقد، وليست هي حالة في ليبيا، أعتقد هذه حتى في أوروبا موجودة هذه الحالة، يعني تكون ندوة أو تكون مسرحية أو تكون عمل فني كبير ويعدله. ويعني أنا حضرت ذات مرة لفنانين يعني مسرحيين يعني فرنسيين قعدوا سنة كاملة يعملوا يعني بروفات، وفي الأخير عدد الحضور في كل أي في المسرحية 12-13 واحد فقط. أنا أقول ممكن أنا أعطيك سبب وجيه لأوروبا. أوروبا فيه وسائل أخرى، فيه سينمات، فيه حفلات، فيه منتديات، لكن إحنا في ليبيا ما عندناش حتى سينما، دور عرض في بنغازي ما عندناش دور عرض سينما، ما في سينما. عارف السينمات ألغيت من سنة 75، ما في قاعات مجهزة للسينما، ولكن كان المنفس الوحيد هو المسرح أو التلفزيون أو الإذاعة أو وهذه الأشياء. يعني ممكن الناس المواطن يسمع في الإذاعة فقط، الإذاعة المسموعة اللي هي الراديو،
ولكن رغم هذا كله نحن ما زلنا نقاوم، نحن قاعدين نشتغل، نحن نشتغل نقدم في مسرحيه ان شاء الله على 2021. عندي عملين مسرح، عملين بتاع مسرح حنشتغل بيهم وحنشارك بيهم في مهرجانات. ولكن هل يعني حتى بقى جائحه كورونا هذه حصل، هل الفن استطاع ان هو يوجه الناس، ينبههم، يعطيهم ارادات، بحيث ان لان